أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير الصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تق في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين
لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاثوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. صدق الله العظيم.